الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. أنا سموني داود بالقاسم، عندي 85 عام. الله يبارك. واليوم 30 في رمضان، وإن شاء الله غدوة نعيدوا فرحة كبيرة للشعب الجزائري إن شاء الله. والله تعوموا كل شيء، طول شيء تصوموا بالصحة والستر إن شاء الله. غادي نجيبكم هذا القصيدة تاع بالحراس تاع 14-18. في دمر ولا اللي يطلع وتكسر، ولقيت خودات تنو عند الباب عند السور، قلت لها مالكي تبكي هرماق القصور، وبكاك يا بنتي غير غرور. قالت لي سامحني يا شيخ باغي نهضر، لا تحكمش عليا بحكم الزور. من ساعة وليدينا مشي للعسكر، ما دق يخلي ولا الباب يعمر، في القرآن يبات يكرر يفرح به الملائكة والحور. إلى ما تهنواك والموت مقدر، ونحفر له ويكون قبره بين قبور. إلى ما تلهيه أنا ما جبت خبر، يتلوح بين الوحش والطيور. قلت لها بكي وهو الحق معاك هرماق القصور، وبكاك إن شاء الله ديما في حتى فخور، وبكاك ما في حتى فخور. هذا ولدك صار لك كي قطرة مداد في وسط بحر، ما يبقاه لا شابر ولا اللي مشبور. الصبري للمولى عليك يقدر، بلك الساعة يجيك في بابور. هادي مليون ونص راحت في ذا الميمر، عرب رحالة وزينو تشور. قالوا هادو الألمان بسمهم يتقطر، ما يعرفوا لا بنوي لا بوجور. ولا كي لا باطواري جزر، بالمكحلة والسكين والشاقور. قالوا فرنسا دارت سومارة غليت متر، داروها عساس على البابور. خطرة يغيب خطرة يظهر خطرة يدير ديميتور. كي سموك قلت لها يا رماق القصور، واعطيني اسمك باش نقصر.